بسم الله لله تعالى سورة الفلق. قال بعض أهل العلم أنها مكية، وقال بعضهم أنها مدنية، وهي خمس آيات. قال مجاهد: الفلق هو الصبح. وفسر الإمام القرطبي الغاسق إذا وقب بأنه الليل تخرج فيه السباع من آجامها، وينبعث أهل الشر على العبث والفساد فيه. أما تفسير النفاثات في العقد فقد ذهب أهل العلم على أنهن الساحرات اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يقرأن عليها تماتم السحر والعياذ بالله. وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه الكريم في هذه السورة العظيمة من الاستعاذة به من شر حاسد إذا حسد. والحسد إخوة الإيمان هو كراهية النعمة للمسلم وتمني زوالها واستثقالها له وعمل على مقتضاها. وقد قيل أن الحسد هو أول معصية عصي الله بها في الجنة، يقصدون حسد إبليس لنبي الله آدم عليه السلام، وهي أول معصية عصي الله بها في الأرض، أي حسد قابيل لهابيل ثم قتل قابيل لهابيل، والله أعلم وأحكم.